إطلاقا، والكلام ده ما من الليلة. من بعد وفاة عبد الناصر والسادات بدت سياسة جديدة كليا في العلاقات المصرية السودانية. هل يعلم السودانيين أن ملف العلاقات المصرية السودانية موجود في إدارة جهاز المخابرات المصري، ما موجود في وزارة الخارجية؟ يعني الناس ديل ما بيعملونا كأنداد، ما بيعملونا بالمثل، ما بيعملونا زي ما هم بيغنوا مرات لما تكون العلاقات كويسة، العلاقات الأزلية وإحنا كنا دولة واحدة والملك فاروق ملك مصر والسودان. يا جماعة، المصريين لا يريدون بنا خيرا إطلاقا. أي زول يقول غير كده أنا بقول له أنت كذاب، وتعال وريني المعطيات بتاعتك شنو. الكلام اللي أنا بقوله أنه الملف بتاع العلاقات المصرية السودانية في إدارة المخابرات المصرية، الكلام ده قاله هاني رسلان المتخصص في العلاقات في إفريقيا وفي العلاقات المصرية السودانية، وقاله الدكتور مصطفى الفقي اللي هو كان وكيل وزارة الخارجية وكان نائب وزير الخارجية، والكلام ده قالوا لهم قبل كده وزير الخارجية بتاعنا الأهبل مصطفى عثمان إسماعيل. العلاقات المصرية السودانية، المصريين بيعملوا على تخريب السودان وتخريب الاقتصاد السوداني بكل السبل. والدليل بس أنا هديكم ثلاثة أدلة من آخر حاجة بعد الثورة. في شحنة كانت في عيد الأضحى الفات لهدي ماشي للسعودية، الهدي بتاع الأضاحي كان ماشي للسعودية، آلاف الرؤوس في باخرة مصرية، القبطان بتاع الباخرة قفل التكييف عن الأدوار السفلى في على الشحنة، والشحنة لما وصلت ميناء جدة كان نفق منها كمية كبيرة جدا جدا. الأطباء البيطريين اللي بيستلموا الشحنات دي في ميناء جدة مصريين، بدون ما ينظروا بدون ما يعرف بيكونوا ادوا التقرير طوالي كتب انها ترجع. فقدنا ملايين الدولارات. قبل اسبوع طلعت علينا الميديا بباخرة مصرية شايلة بصل، اخرت البصل، ونفس الحكاية القفل عنه التكييف، البصل باز لما وصل من جدة بقى كلام فارغ، وبعض التجار رفضوا يستلموا. حسا الميديا طلع علينا أمس واليوم بتتكلم عن شحنة الفول السوداني الثمنها 97 مليون دولار خربت في البواخر المصرية. ليه نحن مصرين على أنه نشحن على البواخر المصرية؟ الله لا كسب الإنقاذ، باعت الأسطول بتاعنا اللي كان بيصدر منتجاتنا وما كان بيحصل لنا أي حاجة زي دي. المخابرات المصرية شغالة في السودان بالطول والعرض، جهاز المخابرات بتاعنا نايم بيتجسس على الناس وطالعين علينا دايرين نرفع قضايا على الناس اللي بتتكلم في الجيش. يا سيد برهاني المسؤول عن الأجهزة النظامية، المخابرات المصرية والإريترية والإثيوبية والإماراتية والسعودية مغدى راحتها بالكامل في السودان، بتهدم في الاقتصاد السوداني، بتشرد في الشعب السوداني، بتعمل كل المبيقات. هل يعلم السودانيين أن الدولة الوحيدة اللي بتطلب من الإدارة الأمريكية عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الدولة المصرية صاحبة العلاقات الأزلية؟ ومصر يا أخت بلادي يا شقيقة، مصر ما جايين منها أي خير. أي زول بيقول غير كده كذاب كذاب. أفضلنا على المصريين تفوق ما قدموا لنا في كل السنين الفاتت. مصر لا تقدم لنا إلا الخراب، لأنه مصر من مصلحتها إننا لا ننهض ولا يكون عندنا تجربة ديمقراطية، لأنه التجربة الديمقراطية معدية وحتمشي للشعب المصري كويس، وهم ما تعودوا على من سنة 52 مما جاءهم عبد الناصر ما شافوا لهم حزب تاني. يا جماعة، العلاقات المصرية السودانية يجب أن توضع في أيدي أمينة، يجب أن نتعامل مع المصريين بالمثل، يجب أن نلغي التوكيل المعطى للبواخر المصرية لنقل بضاعتنا. بضاعتنا كلها بترجع، كلها خسائر، البصل خسر، الضان خسر. رجعوا لنا من ميناء جدة عسى دي قبل أسبوع شحنة بتاعة 150 ألف راس
ضام، لانه بنفس الحكايه لما وصلت جده كانت هزيله وتعبانه، لم تعطى ماء ولم تعطى تغذيه ولم يفتح لها المكيفات بتاعت الطوابق السفلى من الباخره، علشان كده رجعت منها. البصل خرب لما وصل من جده، الفول حسه الشحنه بتاعت فول ب 97 مليون خربت. نحن محتاجين لدولار واحد نسلمه للمخابرات المصريه، ده كلهم عملاء مخابرات مصريه يا اخوانا. السفير المصري في الخرطوم ضابط مخابرات. نحن بنتكلم عن شنو؟ المصريين وباء، المصريين عدو ما صديق، عدو. السياسه ما فيها عدو دايم وصديق دايم، فيها مصالح. نحن مصالحنا ما مع المصريين، مصالحنا ما مع المصريين. اي زول يظن انه مصر يا اخت بلادي يا شقيقه وما عارف شنو، حتى الحزب الاتحادي بتاعنا ده حقه يغير اسمه، لانه اصلا قائم على الاتحاد مع مصر. واتحدى اي واحد اتحادي حس يطلع في الشارع يقول الناس دايرين نتحد مع مصر. وللخرطوم الاتحادي ده حس دي ينزل الخرطوم في اي حته يقول لهم دايرين نتحد مع مصر. لو ما شاطوه انا ما بعرف حاجه. يا اخوانا مصر لا تعمل على مصلحتنا، ومن من من مصلحتهم ان احنا ما ننهض. المصريين بيشتروا العجول بتاعتنا بالعمله السودانيه اللي هم طبعينها في مصر وجايبينها، بيشتروا بها الضان وبيشتروا بها العجول بتاعتنا، بيبيعوا الكيلو بتاع الضان العجول بتاعتنا في المانيا ب 10 دولار الكيلو، ب 10 دولار كيلو العجول السودانيه المربيه على مرعى طبيعي وعلف طبيعي بيتباع في المانيا ب 10 دولار، نحن بنبيعه بالعمله السودانيه. اصحى يا حمدوك، اصحى يا حمدوك، اصحى يا حمدوك. قاعد ليه مع شلة المزرعة وقاعد يا جماعة؟ أنا وصلت لقناعة إنه حمدوك بالرغم من خبراته وناي، لكن ما عنده أي خبرة سياسية، مع رايل يعني رومانسي جدا جدا، لا يصلح لسياسة. حمدوك ليس رجل المرحلة، ليس رجل المرحلة. حمدوك بعد ما السودان بعدين يستقر ويبقى أمورنا كلها ماشية، بعدين نحتاج لرايل رومانسي زي ده علشان يألف لنا قصايد في الحب وفي في هنا. حمدوك ليس رجل المرحلة. حمدوك الدكتور أكرم اللي هو أقاله منظمة الصحة العالمية رجعته، ومدير للصحة العالمية في وسط وشرق إفريقيا. البدوي إن شاء الله حيرجع لمنصبه في البنك الدولي، ومقعد لنا مدني عباس مدني. أتحدى مش حمدوك، أتحدى الحكومة السودانية كلها تقول لي مدني عباس مدني قدم لنا شنو من يوم ما جاء، من يوم ما جاء بيعمل في قاعدة بيانات. المديرة بتاعت مكتبه الكاتب بتدافع عنه استقالت، استقالت ليه؟ لأنه مشى اتفق مع ناس وجدي مرغني علشان يبيع لهم الشركة أو يديهم حق العمل في الشركة التعاونية، داير يعمل شركة تعاونية عشان تمد التعاونيات بالمواد الاستهلاكية رأسا من المصنع للجمعيات التعاونية. جو اشتروها او اخذوا الترخيص بتاعها ناس وجدي مرغني عشان يتحكموا في البضائع الطالعه من المصانع السودانيه كلها والجايه من الموردين مستوى جايه من برا، يستلموها ناس وجدي مرغني علشان يخطوا الارباح بتاعتهم، يغنوا على مستوى، يغنوا على مصايب الشعب، على معاناه الشعب. ده مدني عباس مدني. مدني عباس مدني المفروض يمشي اليوم قبل باكر. العلاقات المصرية السودانية يجب أن تمشي في خطها بتاع المعاملة بالمثل. المخابرات المصرية شغالة بالطول والعرض في الشارع. قبل كده واحد من أنا قريت التصريح بتاع واحد من لواءات المخابرات المصرية قال في كل 100 متر في السودان أنا عندي عين. نحن مخابراتنا بتاع جمال عبد المجيد كل يا اخوانا، انا عايز واحد يقول لي اخر مره زارنا رئيس وزراء مصر ولا وزير من المصريين 200. كل الزيارات لعباس كامل مدير المخابرات المصريه، استقبلوه في المطار ويقابل رئيس الوزراء ويقابل رئيس المجلس السيادي. ونحن مدير المخابرات بتاعتنا قاعد هنا لا بيقدم لا بيأخر. دي مخابرات شنو؟ دي مخابرات شنو؟ وليه يعني يزورنا كل مره عباس كامل؟
ولا الوزارات المتخصصة زي الوزارات، ليه ما بيزورنا وزير التجارة بتاعهم؟ ليه ما بيزورنا وزير الصحة؟ ليه ما بيزورنا؟ ليه؟ ليه عباس كامل طوالي جاي ونازل بطيارة خاصة ومعاه طاقم كلهم ضباط مخابرات؟ يا اخوانا نحن متين حنوعى؟ متين حنبقى دولة؟ ده كلام فارغ، كلام فارغ يا حمدوك، والله انت لا رجل المرحلة ولا تصلح للحتة اللي انت فيها دي. نحن جبناك بعد ثورة دفعنا فيها الدم ودفعنا فيها مفقودين ودفعنا فيها جرحى بيوت كلها سكالة، أبهات بيتكلموا عن أولادهم اللي ماتوا بيبكوا بدموعهم، وأمهات سكلة وبنات وأولاد بيبكوا على إخوانه. تقعد لنا وكل مرة حنعبر والله معاك ما حنعبر أي حاجة، على بينا من كوبري الحديد ما نعبره معاك. يا جماعة حمدوك ليس رجل مرحلة، تسقط الحكومة وتسقط قحط وتسقط أي حاجة، والثورة يجب أن تبدأ طوالي المرحلة الرابعة من الثورة. بلا كلام فارغ، ناس قحط كل يوم مختلفين وكل يوم حزب منسلخ وكل يوم اتحاد مهنيين ما عارف ماشي وين، وهنا الدولة سلمتوها للحزب الشيوعي وقعدته مرافيد الحزب الشيوعي في 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 مجلس الوزراء، في رئاسة مجلس الوزراء، والحزب الشيوعي في الوزارات بيعمل لنا في تمكين جديد. يا جماعة كده الثورة، أنا ما بقول العبارة اللي بيقولوها الناس الثورة اتسرقت. الثورة لن تنص... لا... لا تسرق، والثورة لا تموت. الثورة قد تمرض، قد تتوقف في حتة معينة لكنها هتنطلق. هتنطلق. العلاقات المصرية السودانية يجب مراجعتها من الأول. عباس كامل القاعد هسه ده هنا ده جه امبارح في زياره لحد هسه قاعد مفروض يطرد. المشاريع اللي ادتها الانقاذ للجيش المصري في الولايه الشماليه يجب ان تراجع. وانا اطالب الواليه بتاعتنا بروف امال بانها تراجع كل الاراضي اللي منحت للجيش المصري. ده كلام فارغ، كلام فارغ، نحن متين حنبقى دولة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن أخذنا زومبا في السيد رئيس الوزراء، ملينا الأسافير، شكرا حمدوك، شكرا حمدوك، هو لا يستحق حرف الشين من شكرا. ما عامل أي حاجة، أي حاجة ما عاملها، أديني إنجاز كده عملته مشهود أثر في حياة الناس. كيلو الطماطم ب 200 جنيه يا اخي، 200 جنيه؟ نحن في دولة زراعية؟ المرحلة دي عايزة رئيس وزراء رجل مصادم يمشي عديل لناس برهان وحرامية المجلس السيادي يقول لهم قروشنا اللي عندكم رجعوها لنا علشان ننهض بالبلد. مش قاعدين حارسين 90 مليار دولار عندهم حسب تقارير الأمم المتحدة، ونحن ما لاقيين 8 مليار، 8 مليار عشان نرفع بها الاقتصاد السوداني. مدير التصنيع الحربي يقول حندعم الميزانية ب 2 مليار وما دفع ولا مليم. في فوضى حاصلة في الجهاز الحكومي كله، كله المنظومة السياسية بتاعتنا كلها دايرة مراجعة من مجلس السيادة لحد آخر وزير ما 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 فاهم شغله. الكلام بتاع حميدتي اللي قاله حاسة في اليومين دول يجب أن لا يمر مرور الكرام. كان بيتكلم عن الذهب، قبض في مطار الخرطوم 340 كيلو ذهب، ها جاهزه للتصدير، جايه بطياره صغيره من المواقع زي الطياره اللي قبل كده مسكوها في العبيديه وتنزل في مطار الخرطوم وتحمل في طياره تانية وتمشي. وين هنا دور الماليه ودور وزاره الماليه؟ وين دور بنك السودان؟ وين ناس الاستثمار؟ وبعدين يقنعوا حميدتي بانه يقول لي دي اتفاقات قديمه. الاتفاقات القديمه يجب ان تراجع يا حمدوك، كل الملفات بتاعت الاتفاقية، اتفاقيات اللي عملتها الإنقاذ يجب أن تراجع اتفاقية اتفاقية، وأي حاجة ما بتخدم مصالح الشعب السوداني تلغى تلغى. مش يطلع الذهب بتاعنا مباشرة يمشي مطار الخرطوم ويتصدر برا وما عارفين قروشه منو اللي باعه ومنو اللي اشتراه ومنو اللي قروشه مشت وين؟ حميدتي كان بيتكلم عن انه نحن قبضناه وجو قالوا لنا دي اتفاقيات قديمه وفكوه. الفكاه منو يا حميدتي؟ الفكاه منو؟ اللي عنده السلطه يفك مضبوطات زي دي منو؟ منو؟ قول لنا اسمه، قول لنا اسمه عشان نطلع نقلعه.
ما في زور كبير على الشعب ده، ما في زور كبير على الشعب ده. وانا حاسه بقول للناس اللي قاعدين في المجلس السيادي قايلين نفسهم خلاص امتلكوا البلد، دوام الحال من المحال، هتقتلعوا كما اقتلع الاهبل بتاعكم اللي قاعد في السجن ده، وما زال كوبر فيهم متسع لكم ولغيركم. لا ننسى نحن الاضاءات اللي بتحصل، انا اشد على يد اخي الفريق اول شرطه عز الدين الشيخ والاخ الوزير الطريفي على استجابتهم الفوريه لموضوع حصر الاجانب، وكتر خيركم وبارك الله فيكم، لكن مزيد من العمل، مزيد من العمل. حكومه حمدوك عينت لنا 2 ولا في الشرق من المجنسين، مجنسين عينوهم في منصب ولاة، ولذلك هاجت وماجت القبائل بتاعت الشرق والطريق مكفول والمصايب حاصلة، وحمدوك قاعد يكلمنا في رومانسية عن التناغم الحاصل بين الشراكة بين العسكريين والمدنيين. ما في أي تناغم وما في أي شراكة، وزي ما حيمشوا ناس برهان وكباشي وغيرهم حتمشي أنت يا حمدوك. الشاعرية بتاعتك والرومانسية دي ما بتنفع مع الثورة. احنا عايزين رئيس وزراء مصادم، رئيس وزراء عارف حال الشعب السوداني، عاش مع الشعب السوداني، مش جانا عبر الاجواء نزل، ونحن اتعشمنا فيك خيرا وشبكناك. شكرا حمدوك، شكرا حمدوك. انا اكثر زول دافع عنك، لكن اتضح لي ان انا كنت على خطأ، وانا بتأسف للشعب السوداني ان انا يوم وقفت وقلت شكرا حمدوك. لست رجل المرحلة. الإخوة في وزارة الداخلية شكرا لكم، لكن مزيد من الإنجاز. أنا أول امبارح مشيت الخرطوم، كان عندي اجتماع في السوق الفرنجي في عمارة أبو العلا، مشيت من أم درمان لحد الخرطوم. الأكثر حاجة لاحظتها في الشارع وأنا بعاين وبتلفت عشان أشوف بالحس الأمني بتاعنا، ما في ولا عسكري بتاع شرطة، حتى عسكري مرور ما شفته، ولا عربية دورية حايمة ولا أي حاجة. الكوبري كان مدجج بالسلاح، معبى من هنا دعم سريع وبهناك شرطة، وما ولا عسكري ولا عسكري. ليه؟ مشوا إجازة يا سيد مدير عام الشرطة؟ أديت الشرطة إجازة؟ يا اخوانا وجود عسكري الشرطة في الشارع بيعني الأمان. الزول العادي زينا، المواطن العادي زينا ده بيكون ماشي في أمان لما يشوف عسكري الشرطة في الشارع وضابط الشرطة في الشارع. الزول المجرم الداير يعمل حاجة بيرتدع، بيعرف ان الشرطة موجودة. الشرطة ما موجودة معناها ما في أمان. يا السيد وزير الداخلية، اللي بيحصل في الجنينة وفي كبكابية فتبارنو ومع المناطق دي كلها، دي واجباتكم الأساسية. وين الشرطة؟ عرفنا الجيش انه دسنوا الجماعة دايرين يعرسوا له. وين الشرطة في الأحداث دي يا جماعة؟ نحن لما تحسنوا حنقول لكم أحسنتم وبارك الله فيكم. لما يكون في تقصير أرجو أن تسمعوا كلامنا. الشرطة مفروض تنتشر، مفروض تكون لجان التحقيق بتاعتكم طلعت السلاح بتاع الشرطة اللي اتصرف للمواطنين مشى وين؟ ها؟ مدير شرطة كسلة مفروض يتحاسب على ال 420 بندقية كلاشينكوف اللي طلعت من المخازن بتاعته وما قدر يلاحظ الغنى اللي فيه الصول المسؤول عن مخزن السلاح. الصول المسؤول عن مخزن السلاح عرس 4 نساوين وعمل عمارة 4 طوابق مسكن فيها نساوينه وراكب لاند كروزر. هل الحس الأمني بتاع السيد اللواء مدير شرطة كسلة ما قال له أسأل اللواء ده، أسأل السيد المساعد ها من أين لك هذا؟ ده بالضبط زي المدير شرطة كسلة. كسلة دي موبوءة، أنتوا بتختاروا عواليق، بتختاروا الحسالة بتاعت الشرطة تودوها كسلة ولا شنو؟ زي اطلع علينا قبل كده قال الشهيد الأستاذ أحمد الخير مات بفتت فول. يا أخوانا ده ما مستوى بتاع ضباط شرطة والله. الشرطة دي مفروض تتغربل بغربال ناعم. إذا ما انصلح حال الشرطة
ما حينصالح حال البلد. زي ال 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 الذهب اللي مسكوه في مطار الخرطوم ده، ما شغلت حميدتي وما شغلت الدعم السريع، ده شغل الشرطه. حتى لو قالوا لهم يا اخوانا دي اتفاقيات قديمه، اتفاقيات دي تجي وتتراجع. ليه؟ ايوه خلي الذهب ده واقف. والله العظيم انا لو ضابط مسؤول في مطار الخرطوم ارش الكفرات بتاعت الطياره دي برصاص، اخليها تجيف ما تتحرك لحد ما اراجع الاتفاقيات دي واقتنع انه مفروض الذهب ده يطلع ولا ما يطلع. ويطلع ليه؟ احنا ما عارفين قروشه ذاتها مشت وين. بتصدروا الشركات بتاعت الجيش؟ دي قروشنا احنا، ما قروش الجيش، ما قروش برهان ولا كباشي ولا ياسر العطا ولا ابراهيم جابر ولا الحسالة القاعدة دي. سرقين مالنا وحرقين دمنا والناس تسد بيجاي، هم يجدوا بيجاي. يا اخوانا ما معقول، دي حكومة، دي ده 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 مجلس سيادة. معقول مجلس السيادة اللي كان فيه اسماعيل الازهري واحمد محمد صالح والدكتور هنا الدكتور اسمه بتاع التجاني الماحي؟ معقول يبقى فيه برهان وحميدتي وهناي وكباشي وياسر العطا؟ وحياة الله نحن مش في كل عام ترزلون زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في كل يوم ترزلون. ده مستوى الضحل من الضباط انه يشرفوا على التهريب بتاع الثروات. ولسه الاخبار الثانية طالعة يا كباشي، العشر طيارات شالت الضان ودته لسلطنة عمان، حسب بنجمع لك عنه البيانات. نحن بتحكمنا عصابة، المجلس السيادي عصابة، المجلس السيادي العساكر سيطروا على المدنيين، المدنيين بقوا ما عندهم أي حاجة. ليه توقفت أعمال لجنة فك التمكين؟ وين المؤتمرات بتاعتها؟ وين وقفتوها؟ وقفتوها عشان هبشوا الصادق المهدي؟ يا جماعة أنا عايز أكلمكم عن زيارة الصادق المهدي للإمارات. طبعا هو ادعى انه قال عنده محاضرة، وبعدين لقى حكاية محاضرة دي واسعة شوية ما بتجي على مقاس فهم الشعب السوداني. قال لهم انا عندي ما عارف مبادرة ماشي يحل مشكلة ليبيا وماشي يحل مشكلة اليمن. صدق المهدي انت فشلت في انك تحل مشكلة بيت المهدي ومشكلة حزب الأمة، عملت حزب الأسرة وشتت بيت المهدي. الزيارة دي ما جات كده بالصدفة يا جماعة، الزيارة دي عندها تراكمات من سنة 2019. يوم 3 مايو 2019 قامت الأميرة، طبعا هم بيقولوا المنصورة لكن أنا وجدت لها صفة أخرى، الأميرة المحشورة، محشورة في السياسة وهي ما بتفهم فيها أي حاجة. قامت الأميرة المحشورة مريم بزيارة يوم 3 مايو 2019، تذكروا معي التاريخ ده، 3 مايو 2019 كان الحيوان اللي اسمه عمر البشير سقط له بالضبط 22 يوم، ولسه المفاوضات دائرة بين العسكر والمدنيين ولسه الناس في الاعتصام. قامت الأميرة مريم مشت الإمارات. لما طبعا كالعادة الخرطوم ما فيها أسرار، لما كشفت الزيارة كانت زيارة سرية، قالت أنا مشيت الإمارات علشان أشكرهم على إنهم وجدوا محطة ترانزيت للإمام الحبيب بعد ما المصريين قفلوا في وجهه المطارات بتاعتهم. لأنه كان قاعد في القاهرة، طلع من القاهرة مشى زيارة للندن، وهو طبعا المصريين ما زينا، المصريين ختنوا تحت عين المخابرات المصرية. لما مشى لندن اتصل ببعض الإخوان المصري، الإخوان المسلمين المصريين القاعدين في لندن، المخابرات المصرية خلته لحد ما جاء مطار القاهرة ورفضت تدخله. عملوا اتصالات ناس حزب الأسرة والإمارات قبلت أنها تستقبل ومشى الإمارات، وبعدين جانا راجع ببخت المرقة. المحشورة مريم قالت أنا مشيت الإمارات
علشان أشكرهم على أنهم وجدوا للوالد الحبيب الإمام منفذ آخر، الإمارات بدل مصر. طبعا برضو الحكاية دي لقوها كبيرة شوية على فهم الشعب السوداني. تاني قالت لينا أنا مشيت علشان في مباحثات وعلاقات مكسبية متبادلة مع الإمارات. طبعا الإماراتيين يعني ما بالبلادة دي، لكن بيلعبوا على أي حاجة بحيث أنهم يحرسوا المكاسب بتاعتهم اللي جوها في العهد البائد في السودان. إذا قلنا إذا صدقنا أنه المحشورة مريم مشت لعلاقات مكسبية بينها وبين الإمارات، الإمارات دايرة تحافظ على مكتسباتها، المقابل شنو؟ علشان مريم تحافظ لهم على مكتسباتهم. أنا أفتكر الحكاية دي بخليها لذكاء الشعب السوداني، الإماراتيين بيكونوا دفعوا كام علشان المحافظة على مكتسباتهم. بعد زيارة مريم للإمارات ورجوعها للخرطوم، الإمام الحبيب والمحشورة مريم استقبلوا السفير الإماراتي والسفير السعودي في بيتهم. طبعا مريم ما أظنها ما قدرت تدخل مطار الخرطوم بالشنطة بتاعت الدولارات، فالزيارة بتاعت السفيرين جابت لهم الحصيلة في البيت. الصديق المهدي قال ماشي يحل المشكلة بتاعت اليمن وماشي يحل المشكلة بتاعت ليبيا. والله معلش ولا مؤاخذة يا أخواننا في المثل السوداني اللي بيقول غلفاء وشايلة موسى الطاهر، انت ما قدرت تلم قوى الحرية والتغيير فارتكتها ومشيت، ما قدرت تلم بيت المهدي، ما قدرت تلم حزب الأمة، ماشي تصالح اليمنيين على بعض وماشي تصلح لا يا سيد الصادق المهدي، نحن نعلم لماذا ذهبت إلى الإمارات كويس؟ وأظن محمد دحلان طبعا كان مقابلك في المطار، لكن الإماراتيين مراهنين على حصان خاسر، لن تشكل الحكومة التي يعمل من أجلها الصادق المهدي. الصادق المهدي مستغل الشخصية الضعيفة لحمدوك ومنتظر حيفرض عليه وزارة معينة، والوزارة دي علشان تخدم مصالح أعراب الخليج، السعوديين والإماراتيين والبحرينيين والمصريين موضوعهم فارغ. هل تعلم أن مملكة البحرين بتمتلك أرض في السودان أكبر من مساحة البحرين نفسها؟ يعني لو شاروا سكانهم وجو سكنوا في المساحة اللي هم مأجرينها لمدة 99 سنة ولا مشترينها من النظام البائد، ممكن يسكنوا بالراحة ويعمروا ويعملوا أي حاجة، زي ما قال لهم المرحوم نميري لما كان ماشي الهند أو الصين ونزل في البحرين يتزود بوقود وما جاء قابله، الزمن ده كان أمير لسه أمير البحرين، ما جاء قابل نميري ومجهز ليه قصر عشان ينزل فيه، نميري رفض ينزل في القصر طالما انه صاحب البلد ما قابل وما بينزل في الضيافة بتاعته، طلب من السفارة انها تأجر ليه فيلا او شقة مفروشة، فعلا اجروا له فيلا مفروشة لمدة 3 ساعات ولا مدة يوم علشان الطيارة تزود بالوقود ويطلعوا، وهو نميري نازل في المقر بتاعه اللي اجرته السفارة السودانية، الامير لما سمع انه نميري زعلان جاء عشان يزوره، نميري قاعد ابى يقابله ابى يقابله ابى ينزل له، قال لهم امشوا كلموه قول له الاماره بتاعتك دي كلها انا عندي جزيره في الخرطوم اسمها توتي اكبر من مساحه البحرين بتاعتك، الليله البحرين بتمتلك مساحه في السودان اكبر من مساحه البحرين، السعوديين والاماراتيين مشترين اراضي ومؤجرين